ايه بقى حسين منصوري؟ فيديو 24 ساعة في المهدية. المسرح الأثري بالجم. الجم. تبنى في القرن الثالث ميلادي. يرجع للحضارة الرومانية وقع بناؤه باش يكون معلم يحتضن العروض الفرجوية. اللي هي الصراع بين الحيوانات المفترسة والمجالدين الجلادياتور. لذلك نلقاو فيه سوسول وين كانوا يحطوا الوحوش والمتصارعين. نلقاو فيه مدارج كانت تتسع ل 30 ألف متفرج. والمعلم الأثري في الحجم تاعه هو الثالث في العالم وأكبر واحد في تونس. هو تراث عالمي، أي أنه مصنف من طرف اليونسكو كتراث عالمي منذ سنة 1979. المسرح في القرون الوسطى وقع استعماله كحصن. الناس اللي منجمش كانوا يسكنوا هنا منجمش يدفعوا المجب بالضرائب، كانوا يحتميوا به. لذلك الباي ضربوه بالمدافع ليحتفي فتحات، ولذلك يعني تكسرت أجزاء منه وأنا وفقد الشكل البيضاوي له. الحجارة اللي وقع بناء المعلم بها هي حجارة الحث الرملي من منطقة الرجيش قريبة من المهدية. ثم مقطع للحجارة على بعد تقريب 35 كيلومتر من مدينة الجم، وقع جلب الحجارة لتكون في شكل يعني اللي نشوفه فيه توا في المعلم. يا حاج نقوزة سمعنا يا رحمبوك. نجم مدينة دلدول، صاحب نادي قوس سبوي مهدية، 44 عام سنة في جوان، وفينا بعيد ميلاد 20 عام سبوي مهدية. نادي قوس نقريو القوس ونهزو العباد لي باتام لو ديبيتون لأول مرة. مرحبا بكم، كما شفتوا كل شيء تو تمشيو نعملوا البلونجي، نمشيو الأكل. مرحبا، هاي ليتس جو. المهدية هي من المدن اللي سبيسيال ياسر، من الضوء من البلاد من الانفتاح متاعها على البحر تخلي فيها بويزي تخي سبيسيال، والبحر ديما يعطيها رونق آخر. في المهدية منا ورمنا أي فنان البحر يلهمه ديريكتومو. معناها أنا من الفنانين اللي نعطي قيمة كبيرة للفن، قيمة أكثر من روحي الحق تاع ربي. معناها وقتي الكل والإلهام متاعي الكل ماشي الفن. كي باش تصور حاجة كما تحب أنت مش كما يحبوا العباد، تنجم تلقى صعوبات على خاطر لي سوجي اللي تصورها والا الفلسفه اللي عندك ما تنجمش تعجب كل العباد. فلذا صعيب اللي واحد باش يقدم بها. مي مع هذا انت ان بون، علاش؟ على خاطر نقول انا هذاك سر النجاح، انه واحد يكون فيدال سوا ميم، هذاك باش ينجم يقدم. وقت اللي تصور، وقت اللي انا نصور لوحه، وقت اللي نجي نصورها نحس روحي حد في العالم ينجم يغلبني. هذاك السلاح نتاعي بوتيتر، هذاك اللي خليني ديما نقدم وديما نواصل، وهذاك هو واش نوى انا. كما قال فايز، المهديه كانت سورس دانسبيراسيون لبرشا فنانين وغير الفنانين، كيما جابرييلا الطليانيه اللي جات استقرت في المهديه عندها 30 سنه وخليت امباكت كبير في الريجيون تاعها. On a une école en plein air pour l'éducation émotionnelle des enfants. Donc c'est une école ouverte toute l'année pour aider les enfants à aimer l'école. On fait de l'intégration avec les porteurs d'handicap de tout âge. Et on inclut aussi les enfants autistes parce qu'on a la zoothérapie qui s'appelle IA, intervention assistée avec l'animal. C'est des animaux dressés spécialement pour travailler dans le cadre de la récupération mentale, comportementale des enfants qui ont des problématiques atteints de Alzheimer, Parkinson, qui ont eu un AVC et ainsi de suite. Barbra Streisand. Salam alaikum, merhaba bikoum, merhaba. أنا أنور جمالي، عندي صافي لونطون نخدم هوني ونخدمو في ليزيشاغ أون سوا أون كشمير أون لانفلامي. الله الله يقصد
يعني بديت الصنعة ملياني صغير، الوالد كان نساج، تعلمت ما عنده صنعة. لقينا هذه اسمها بالعامية نول وإلا منسج نقوله، متكونة من لوح طبيعي فيها لضوء ولا مية، تمشي كل شيء فيها ناتوريال. هذه سلسلة بوبين فيها 500 متر وفيها 300 فيل، ندخلوا هيك فيل باغ فيل باغ إيسي، ندخلوهم بالخيط بالخيط، 300 فيل إيسي يدخلوا بالشفرة. من بعد نعملوا الانستالاسيون بتاعنا بتاع المزدية، نبداو نخدموا. البلاصة اللي اخترنا نبيتوا فيها مرة هذه في وسط المدينة العربية، دار لوفين، اللي ننصحكم باش تزوروها وتلقاو غادي نجم الدين وين يضيفكم ويفرح بكم. هذه كانت الحلقة الثالثة من سيري 24 ساعة، تلقاوني مرة كل جمعتين على باج الواو ولا على الشين يوتيوب متاعي. ديستيناسيون جاية عليك انتي، خليلي في لي كومنتير اللوطة والسلام.